بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنستكمل حديثنا مع كورس الخرسانة المسلحة Reinforced Concrete Design. ما زال الأمل قائم في إن إحنا إن شاء الله سنبني معا مشروع تيسير، وهو أحد مشاريع الأكاديمية لتبسيط العلوم. ويمكن إحنا زي ما قلنا فيما سبق، بدأنا بالمستوى الأول للخرسانة Reinforced Concrete Mechanics and Design، ودايما بنذكركم بالريفرنس لأهميته، وأيضا لأنه من بركة العلم إن احنا دايما ننسب الفضل لأهله. أحيانا كتير أنا بستعير من النت صور وكده، طبعا كان المفروض إن أنا أستأذن أصحابها، لكن ده يعني يمكن صعب شوية. أيضا يمكن عزائنا إن احنا الهدف ليس هدفا تجاريا، فيعني المفروض إن هم يسامحونا وإن شاء الله ربنا يكافئهم. ويمكن احنا ابتدينا بالجزء الثاني من المستوى الأول للخرسانة اللي هو البارت بي، وكان المستهدف بالنسبة لنا هو يعني يمكن طلبة الصف الثاني المدني. ما زلنا مع شابتر 7 Reinforced Concrete Columns، المحاضرة رقم 16. يمكن لو رجعنا بالذاكرة لبداية الشابتر كان في مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول كان بيقول Is it column or wall؟ لو عندي مبنى في المبنى vertical elements، لكن ال dimensions بتختلف من element للتاني. كان مطلوب ان انا اخد قرار بالنسبة لكل element اذا column or wall. فطبعا كنت اهتم بالقطاع، باخد قطاع ال element، والقطاع سي لو مستطيل هيكون ليه بعدين، بعد كبير اللي هو التي وبعد صغير اللي هو البي. فكنا بنقسم البعدين الكبير على الصغير وبنسمي النسبة أو الريشيو دي بنسميها الأسبكت ريشيو. وقلنا إذا النتيجة أقل من أو يساوي رقم معين فالقرار بيكون كلام، إذا أكبر من الرقم بيكون إيه عبارة عن إيه عن وول. فطبعا إحنا يعني زي تمرين كده هنسيبكم تفتكروا الرقم. ويمكن كنا قلنا إن العمود بيكون أقرب في شكله لللاين، لكن الوول بتكون أقرب في شكلها للأريا. السؤال الثاني كان بيقول إذا شورت أور لونج؟ ويمكن يعني كأننا زمان أخذنا القرار بأنه شورت، ودخلنا في سكة إن احنا نتعلم إزاي نعمل ديزاين للشورت كالمز. ولو تفتكروا كان عندنا عنوان يمكن أخذ معانا يعني وقت طويل، كان العنوان دايما إيه شورت بريزد كالمز، وده معناه ان احنا المفروض دلوقتي ايه بعد ما خلصنا الشورت نبتدي ايه ندخل في السكة التانية، او نتعلم ازاي نعمل ديزاين للونج ايه اللونج كالمز. لكن طبعا قبل ما نقوم بالمهمة ديت هنتعلم الاول ازاي يعني نعرف نفرق بين العمود الشورت واللونج، لان طبعا في بداية المسألة او في بداية التصميم بيكون عندي العمود ولازم اجاوب على السؤال الاول is it short or long. اذا هو شورت هرجع بقى اللي فات، اذا هو لونج يعني هنشوف ازاي فيما هو قادم ازاي هنصمم الاعمدة ايه اللونج. لازم يكون في فاصل، في حد فاصل. طيب من العنوان كده شورت اور لونج، هل اقيس الطول مثلا، اجيب متر مثلا ويبقى عندي مجموعه من الاعمده مثلا، اقيس الطول وعن طريق الطول الاطول يبقى لونج والاقصر يبقى شورت؟ لا. طب ما انا لو بصيت في الصوره اللي قدامي هلاقي في شخص والشخص معاه قلم رصاص، والاتنين ليهم نفس الطول، يعني الطول واحد. لو انا بقيس بالطول فالاتنين ليهم نفس الطول، لكن لو انا يعني عاوز اقول مين فيهم نحيف، فواضح ان القلم نحيف لكن
الشخص نفسه، يمكن احنا متعودين نقول على شخص كده ان هو ربعي، ربعي يعني معناها ان هو قصير وعريض، يعني يمكن ربعي جاية من مربع، يعني ان هو يعني شكله شكل المربع، يعني الطول قد العرض وكده. يعني اذا هنا واضح ان ما ينفعش اقيس بالطول، ما ينفعش اقيس بالطول واقول ان اللي طوله صغير يبقى شورت واللي طوله كبير زي الشجرة الطويلة دي يبقى لونج. لا، المفروض ان انا هحسب ايضا ريشيو، والريشيو دي تختلف عن الاسبكت ريشيو اللي هي كانت تخص القطاع، البعد الكبير على البعد الصغير. لا، انا هحسب ريشيو جديده بتسمى سلندر نس ريشيو، نسبه النحافه. ويمكن احنا يمكن في حياتنا برضو متعودين نقول على الشخص النحيف بنقول عليه ايه، طويل طويل ورفيع. يبقى احنا اكيد واحنا بنحسب السلندر نس ريشيو اللي هنسميها لامدا، هنقسم الطول، طول الشخص على الايه، البعد الصغير لايه، للقطاع. فواضح ان القلم طوله لو اتقسم على الديامتر بتاعه الصغير، فهلاقي السلندر نس ريشيو هتطلع كبيرة، وبالتالي القلم هقول عليه ايه، اقول عليه سلندر او اقول عليه لونج، نحيف يعني، او بمعنى تاني اقول عليه لونج. وانا بقول لونج يعني بيبقى في ذهني معنى إيه، ان هو نحيف. لكن بالنسبة للشخص، اذا انا قسمت طول الشخص على العرض ليه، فبلاقي ايه، السلندر نس ريشيو بتطلع صغيرة، فبالتالي ايه، هنا بيبقى ايه، بيبقى ايه، شورت وكده. يعني ايا كانت بقى النسبة، انا عرفت دلوقتي ان انا عشان اميز ما بين الشورت واللونج، ان انا مش بقيس الطول، مش بجيب متر واقيس الاطوال، لا، ده انا بحسب ريشيو اللي هي السلندر نس ريشيو اللي هي اللامدا، اللي هي في النهاية بقسم الطول على ايه، سي الديامتر لو القطاع دائري، او على البعد الصغير لو القطاع ايه، مستطيل. لكن ايا كانت النسبة، انت خلاص قسمت الطول على سي الديامتر وطلع قيمة معينة. طيب امتى او ايه الرقم اللي قبليه يكون العمود شورت واللي بعديه يكون العمود لونج؟ لازم يكون في حد فاصل، حد بيفصل، يعني على يساره مثلا شورت، على يمينه ايه، لونج. فعلى اي اساس، على اي اساس الحد اللي بيفصل بين الشورت واللونج؟ طبعا هنتخيل ان احنا عشان نعرف ازاي نوصل للرقم او الحد الفاصل او المعنى اللي قبليه اقول العمود شورت، بعديه اقول العمود لونج، هنتخيل ان في تجربة، وان عندنا عمود في مبنى والعمود متحمل ما بين يعني داخل المبنى، يعني عليه فيرتيكال لودز. وبعدين انا يعني عملت التجربة، وبعدين في اجهزة قياس وكده، وبعدين هبدأ احمل العمود وازود الاحمال بالتدريج لغاية لما يحصل ايه، انهيار. ففي احتمالين، في احتمال ان العمود يظل ايه في الوضع الفيرتيكال، يعني اللود بيزيد والعمود بيحصل له شورتنينج، لكن العمود بيظل في الوضع الايه، الفيرتيكال، لغاية لما يحصل الفيلير باي كراشنج، ان الخرسانة، خرسانة العمود يحصل لها ايه، يحصل لها كراشنج، تتهشم، والعمود من البداية للنهاية في الوضع الفيرتيكال، وكأن العمود ما فيش عليه مومنت، عليه اكسيال لود فقط حتى الفيلير. وفي الحالة دي بقول العمود اللي ده سلوكه إيه، ده بيبقى ايه، بيبقى عمود ايه، شورت، بيبقى عمود ايه، عمود شورت. لكن في احتمال تاني، في احتمال تاني، وانا بحمل العمود مع التحميل بعد شوية ممكن العمود ايه، ينبعج، ينبعج يعني يتقوس، ينحني. العمود لم يعد في الوضع الايه، الرأسي، لا، ده اتكون ايه، اتكون مسافة أفقية نتيجة الانحناء، بقى فيه حركة أفقية أو مسافة أفقية اللي هي بنسميها إيه، سمول دلتا، سمول دلتا. وبالتالي هنا العمود ده زاد عليه شيء،
ما كانش موجود مع العمود الشورت، وهو ايه ما يعرف بالبي سمول دلتا افكت. في افكت دخل زاد ان عندي حمل رأسي وعندي مسافة أفقية، فالعمود ده نتيجة ان هو انبعج او انحنى بقى عليه حاجتين في نفس الوقت، عليه بي وعليه مومنت. والمومنت بيبقى عبارة عن حاصل ضرب القوة اللي هي البي في ذراع العزم اللي هو الايه السمول دلتا، فاتولد على العمود ايه مومنت. فالعمود اصبح وضعه اصعب شوية. المومنت بيضعف العمود، بيقلل الاكسيال كاباسيتي، يعني بيخلي العمود ينهار عند قوة بي اقل من القوة اللي بينهار عندها العمود الايه الشورت. ليه السبب؟ ان في مومنت، والمومنت بيضعف العمود فبيخلي قدرته على انه يشيل نفس الحمل بي للعمود الشورت مش موجودة، فبيشيل ايه بيشيل اقل. وبالتالي هنا الافكت الجديد اللي هو البي سمول دلتا افكت، او يعني احيان بيبقى المسمى ممبر استابيليتي، ان انا المفروض او المطلوب مني ان انا هنا يعني ادرس الاستابيليتي للعمود. واكيد في النهاية الفيلير مش هيحصل باي كراشنج زي العمود الشورت، لا ده الفيلير هيحصل ايه نتيجة البندنج، في بندنج حصل ايه حصل للعمود. طبعا الحد بقى اللي بيفصل ما بين السلوك ده والسلوك ده هو ده الحد اللي هيميز ما بين العمود الايه الشورت واللونج، يعني العمود اللي هيظل فيرتيكال لغاية لما ينهار، وينهار باي كراشنج بان الخرسانه تتهشم، ده عمود شورت. اما العمود اللي هينبعج وهيبقى في عندي افكت جديد اللي هو البي سمول دلتا افكت، ده العمود ده هنقول عليه عمود ايه لونج، وهيكون عليه بي، وبالاضافه للبي هيكون في اديشنال مومنت اللي هو الام اد اللي هو هيبقى حاصل ضرب الايه البي في السمول ايه السمول دلتا. طبعا احنا يمكن قطعنا شوط كبير في السابق مع الاعمده اللي هي الشورت بريزد، وتعلمنا ازاي طبعا نصمم الاعمده الشورت بريزد، لكن اكيد دلوقتي الدور على الاعمده اللي هي ايه اللونج. لكن انا لما بروح للريفرنس مثلا اللي احنا ذكرناه في بداية المحاضرة، بلاقي الشابتر عنوانه في الكتاب Design of Cylinder Columns. انا كنت متوقع الاقي عنوان الشابتر Design of Long Columns، او الاقي عنوان كده Long Columns، لا ده العنوان ايه سيلندر سلندر. فاحنا عاوزين يعني وكأننا بنقول يعني ايه سلندر ولا لونج، يعني حتى لما نيجي نقول سلندر ولا نقول ايه لونج. فهنحاول نقرب الفرق او يعني نحل المشكلة من خلال مثال. يعني لو بصينا للمسألة اللي على اليمين، عندي قلمين رصاص ليهم نفس الديامتر ونفس الاند كونديشنز، لكن المختلف او الشيء الوحيد المختلف هو الايه هو الايه الطول. واحنا قلنا طبعا يعني انا مش بحسب ايه مش بقيس الطول، لا ده انا بحسب السلندرنس ريشيو، عندي ريشيو اسمها لامدا بقسم الطول سي على الديامتر لو القطاع ايه دائري. فطبعا لو انا جيت احسب الريشيو لامدا للقلمين، فهلاقي القلم الاولاني ال واحد على دي والتاني ال اتنين على دي. طبعا الديامتر ثابت في الحالتين، فانا ممكن اشطب الدي مع الدي، فيبقى هنا ال واحد الى ايه الى ال اتنين. لكن المثال الثاني يمكن هيوضح الموضوع شوية. المثال الثاني القلمين نفس الطول نفس الايه الطول، لكن هنا الديامتر اختلف. فلو انا جيت احسب نسبة النحافة، الاقي القلم الاولاني ال على دي واحد والقلم الثاني ال على دي اتنين، فبلاقي القلم اللي على اليمين نسبة النحافة بتاعته اكبر
مين القلم اللي على الايه، على الشمال، مع ان الاتنين ليهم نفس الايه الطول. ففي الحالة ديت ممكن الاقي ان القلم اللي على اليمين هو اللي هينبعج، وبالتالي هيبقى ايه سلندر، سلندر يعني ايه نحيف، ولكن مجازا ممكن اقول لونج. ويمكن في الكتب ايضا هتلاقي احيان كتير مكتوب كده سلندر اور لونج، لكن لونج هنا مش بيعني الطول، لا بيعني ان هو ايه نحيف، او بيعني ايه النحافة. فمع ان الاتنين لهم نفس الطول كمقاس، لكن القلم اللي على اليمين نسبة النحافة بتاعته اكبر، ففي احتمال ان هو ينبعج، فبالتالي بقول عليه سلندر اور لونج. لكن القلم اللي على الشمال نسبة النحافة بتاعته اقل، فبالتالي ممكن يطلع ايه شورت، وبالتالي ممكن ما يبقاش فيه انبعاج، ما فيش مومنت، ويحصل الفيلير باي ايه باي كراشنج. لذلك يبقى المفروض العنوان بتاعنا يتغير بقى، بدل ما اقول ايه لونج كالمز يبقى العنوان بتاعي اقول ايه سلندر كالمز، ويبقى ده المصطلح الدقيق او الادق للاعمده اللي هي ايه النحيفه. لكن زي ما قلت مجازا، لو انا قلت لونج فانا اعني سلندر، يعني مش اعني مقاس طول. يعني المساله اللي على اليمين عباره عن صوره لبنك، البنك يعني يمكن كشكل معماري الادوار كل دور يعني بيبرز عن الدور اللي تحتيه للخارج كده، فبتلاقي في اعمده مكشوفه ارتفاع دور، في اعمده بارتفاع دورين، في اعمده بارتفاع 3 ادوار 4 ادوار 5 ادوار. واضح في الرسم ان الاعمده كلها سي مثلا لو هي مربعه، يعني القطاع مربع، والقطاع واضح انه نفس القطاع، لكن الاطوال متغيره، فبالتالي اكيد لما احسب السلندر نس ريشيو للاعمده هلاقي بعض الاعمده هيكون شورت، وبعضها هيكون ايه هيكون ايه لونج. الرسمه اللي على الشمال تحت دي عباره عن عمود حصل ليه انهيار باي كراشنج، يمكن العمود ده شورت، لكن الاسياخ اللي داخل العمود حصل ليها باكلينج، السيخ بيبقى ليه طول محصور ما بين كانتين، في كانة وكانة، وما بين الكانتين في مسافة لو تفتكروا كنا بنسميها اس في، اس من سبيسنج وفي فيرتيكال، وكان القيد بيحط الكود بيحط قيد على القيمة الماكسيمم للمسافة ما بين الكانة والكانة، كان بيقول اس ماكسيمم، مش بيحط قيد على المينيمم، لا بيحط قيد على الماكسيمم ما بين الكانة والكانة. ليه؟ الهدف كان انه مش عاوز الكود يكبر المسافة ما بين الكانات عشان ما يحصلش انبعاج للسيخ ما بين الكانة والكانة، لان السيخ ما بين الكانة والكانة كأنه عمود ما بين سقفين، ممسوك بالكانة اللي فوق وممسوك بالكانة اللي تحت، والسيخ ليه طول وليه ديامتر، ولو قسمت الطول على الديامتر فهيطلع عندك سلندر نس ريشيو. اذا تعدت القيمة اللي هي بتاعت الشورت فبيكون لونج، وبالتالي بيحصل ليه انبعاج. ولو تفتكروا من زمان كان احد القيم اللي الكود الدهاني بالنسبة للمسافة الاس ما بين الكانة والكانة 15 مرة قطر السيخ الصغير، 15 مرة قطر الايه السيخ الصغير، لان انا اخاف ان السيخ الصغير هو اللي ينبعج الاول. ليه؟ لان الديامتر بتاعه اقل، لان المسافة ما بين الكانة والكانة ثابتة لكل الايه الاسياخ، لكن السيخ اللي قطره صغير هتبقى نسبة النحافة بتاعته اكبر، فاحتمال ان هو يبقى لونج احتمال اكبر، فبالتالي ينبعج. وبعد شوية يمكن هنعرف ليه الرقم ايه الرقم 15. لذلك يبقى كان المفروض السؤال رقم 2 اللي كان بيقول is it short or long، كان المفروض مثلا ان احنا نغيره ويصبح السؤال is it cylinder، يعني العمود نحيف ولا لو ما كانش نحيف يبقى ايه يبقى شورت طبعا. وبالتالي كان لازم ان احنا ايه نحسب السلندر نس ريشيو، الكلام ده يبقى عن طريق السلندر نس ريشيو، يبقى يعني الاجابه بتتحدد عن طريق السلندر نس ريشيو وليس عن طريق قياس الايه الاطوال. زي ما قلنا
هنحاول ناخد مسألة كده. المسألة العمود بين ended، بين ended العمود دوت. هنفترض للتبسيط يعني ان هو سيركولار، وهنفترض ان ارتفاعه مترين، والديامتر للعمود 1 من 10. الديامتر 1 من 10، العمود بين اندد يعني في هنج تحت وفي رولر فوق، وطبعا في حامل بي، وانا طبعا فارض ان في رولر فوق عشان يعني اسمح بالحركة لما اضغط بالقوة بي، فالعمود بيحصل له شورتنينج فيبقى مسموح لي بالحركة، يبقى انا مش مانع الحركة. وبعدين هو يعني في مفصل فوق وفي مفصل تحت، على اساس ان هو يبقى في حرية للروتيشن، يبقى هو فري تو روتيت فوق وتحت، يعني انا مسهل له الحركة، سواء الحركة الرأسية او الايه او الايه الدوران. طبعا انا بالنسبة للعمود اول حاجة هحسب السلندر نس ريشيو اللي هي ايه اللامدا. طبعا هنا انا هقسم الطول على الايه على الديامتر. طبعا العمود منه دائري، فانا عندي بعد واحد اللي هو الايه اللي هو الديامتر. لكن طبعا لو العمود كان مستطيل مثلا، لو العمود كان مستطيل فبيبقى عندي في بعدين، في نيرو فيس وفي وايد فيس، في بعد اللي هو صغير وفي بعد كبير، او معنى تاني بيكون في عندي ويك اكسس وفي سترونج اكسس. طبعا لو العمود مستطيل بيبقى في بعد صغير بيبقى نيرو ونارو، وفي بعد كبير بيبقى وايد، يعني في جنبين للعمود، في نارو فيس وفي وايد فيس، او بمعنى تاني من وجهة نظر تانية بيبقى عندي في محورين، في محور الانيرشيا حواليه بتكون قليلة فبسميه الويك اكسس، وفي محور تاني بتكون الانيرشيا حواليه كبيرة فبسميه السترونج اكسس. ففي الحالة دي عندي بعدين، فبالتالي المفروض ان انا احسب 2 لامدا، لامدا مرة مع البعد الصغير ومرة مع البعد الكبير، او مرة لو في مومنت بيكون حوالين الويك اكسس، واحتمال تاني ان المومنت يكون حوالين السترونج اكسس. لكن انا اخذت الحالة البسيطة لان احنا لسه يعني في البداية بنمهد للموضوع، فيعني قلت ابسط شوية، بلاش العمود المستطيل، تعالى ناخد الايه العمود الدائري، اساس بيبقى الامور بسيطة شوية، فحساب اللمضة بيبقى سهل لان عندي بعد واحد، فهقسم الارتفاع على الديامتر، فطلعت الريشيو كام؟ الريشيو 20. بس انا بعد ما حسبت الريشيو 20 بسأل نفسي، هو يعني زي ما بيقولوا شورت ولا لونج؟ طب ما هو كان المفروض يبقى في ليميت، في رقم، يعني هقارن ال20 بايه؟ اكيد في قيمه معينه، في ليميت، قبليه بيكون شورت، بعديه بيكون لونج. طب على اي اساس الليميت ده بيتحدد؟ يمكن احنا قلنا من شويه لو العمود مع التحميل بدأ يحصل ليه شورتنينج، وبعدين في النهاية هيتكسر باي كراشنج ويظل العمود فيرتيكال، فبالتالي ما عنديش غير بي التيميت، ما فيش مومنت. هيجي المومنت منين؟ لان العمود اصلا في الوضع الراسي، ولو انت جيت ترسم النورمال فورس دايجرام هيطلع عندك بي التيميت، ومفيش شير، مفيش مومنت، فالعمود ده شورت. ليه؟ لانه انهار باي كراشنج ومفيش انبعاج. لكن في احتمال تاني لنفس العمود، ان مع الاحمال العمود يحصل ليه ايه انبعاج. فطبعا لما بيحصل انبعاج بيتولد مومنت، المومنت ده بيبقى اديشنال، زياده، زياده عن مين؟ عن العمود اللي هو اللي قبليه اللي هو الشورت اللي كان عليه بي فقط. فهنا في بي، وبالاضافه للبي في ام اد اللي هي حاصل ضرب البي في الدلتا، فهنا دخل افكت جديد اللي هو البي دلتا افكت، تولد مومنت نتيجه الباكلينج، تولد مومنت، فالمومنت بيضعف العمود وبالتالي بيقلل قدرته على انه، او بيقلل الاكسيال كاباسيتي، بيخلي العمود يشيل بي اصغر من البي بتاعت العمود الايه الشورت. فبالتالي لو تفتكروا لما
زمان في الانتر اكشن ديجرام لما كان بيبقى عند بيور اكسيال لود، فكانت البوينت بتطلع على المحور الرأسي، لكن لما كان حتى بيبقى عندي ام التيميت مينيمم، فالقطاع ما بيقدرش يشيل البي التيميت ثيوريتيكال، لا ده بيشيل بي اقل منها اللي هي البي التيميت ماكسيمم، وبالتالي بعمل كات اوف للديجرام وببتدي من عند الجزء الافقي وبعمل الجزء الدوتد اللي هو فوق. طيب فما بالك مع الباكلينج، ممكن يبقى المومنت كمان اكبر من المومنت اللي هو الام التيميت مينيمم، ممكن نوصل سي للبوينت اللي انا بشاور عليها، فده معناه ان المومنت اللي جاي بسبب الباكلينج بيضعف العمود وبيخليه يشيل اكسيال لود ايه اقل، وبالتالي لازم يعني، او ده ناتج عن الافكت اللي زاد عن العمود الشورت وهو ما يعرف بالبي دلتا اي افكت. اذا الليمت اللي بيفصل ما بين او المفروض على اساسه افصل ما بين العمود الشورت واللونج هو الحد اللي قبليه العمود بيظل فيرتيكال حتى الفيلير وبينهار باي كراشنج، الحد اللي بعديه العمود ينبعج ويبقى فيه ام اد ويبقى فيه بي دلتا افكت، والمومنت يضعف العمود ويخليه يشيل اكسيال لود اقل من الحاله بتاعت الشورت، فده بنقول عليه ايه، عمود ايه سلندر. طبعا هم عملوا الكلام ده وحددوا الليميتس او النسب اللي انا اقارن بها الرقم 20 اللي طلع في المسألة، واقدر اعرف من المقارنة العمود هياخد سلوك الشورت ام سلوك اللونج او السلندر. طبعا زي ما احنا اعترضنا في الاول على كلمة لونج، وقلنا المفروض او الصح ان احنا نقول ايه سلندر، لان سلندر معناها نحيف، ونحيف معبرة لان داخل فيها حاجتين، داخل فيها الطول والقطاع او البعد الصغير للقطاع او الديامتر لو هو ايه دائري، فسلندر ادق من ايه من لونج. لكن قلنا مجازا ان ذكر او ان ذكرت لفظة لونج فانا اعني بها ايه سلندر. ايضا ممكن واحد يعترض يقول طيب ما انت برضو ما ينفعش تقول شورت، المفروض نقول ايه، نقول ايه ستوكي. ستوكي بتعني برضو ايه يعني هي المقابل لايه السلندر، زي ما شورت هي المقابل للونج، ستوكي هي المقابل للسلندر. بسلندر بتعني انه طويل ورفيع، لكن ستوكي بتعني ان هو ايه قصير وعريض يعني، او زي ما بنقول ايه ربعي وكده يعني. ويمكن يعني احنا في التمهيد السابق يعني يمكن جاوبنا على السؤال وبيقول واي لامدا، ليه انا بحسب السلندر نس ريشيو، ليه انا ما بقيسش اطوال، ليه بقيس ريشيو اللي هي السلندر نس ريشيو. يمكن المسألة دي مجرد بس مسألة توضيحية، يعني عندي العمود اللي على اليمين واللي في النص ليهم نفس الطول، يعني columns with same length ليهم نفس الايه، ليهم نفس الطول، لكن العمود اللي في النص السلندرنس ريشيو بتاعته أكبر فممكن يبقى سلندر، إنما العمود اللي على اليمين السلندرنس ريشيو بتاعته هتكون أقل فممكن يطلع ايه، يطلع شورت. لكن لو أنا قارنت العمود اللي في النص بالعمود اللي على الشمال هلاقي العمود اللي في النص أطول من العمود اللي على الشمال، لكن لو حسبت السلندر نس ريشيو هلاقيها إيه الاتنين، يعني الاتنين بالنسبة لي سلندر، ده نحيف وده نحيف وليهم نفس نسبة النحافة، مع إن الوسطاني أطول في الطول، لكن أنا أقدر أجمعهم مع بعض كده وأقول columns with the with same cylinder ايه نس ريشيو، يبقى اللي على الشمال واللي في النص ليهم نفس اللمضة، اللي على اليمين واللي في النص النص ليهم نفس الايه الطول. طيب زي ما قلنا العمود السلندر بينبعج، فلما بينبعج بيبقى في مسافة أفقية فبيتولد مومنت، فالمومنت اللي هو الاديشنال مومنت اللي هو الام اد بيبقى قيمته ماكسيموم في النص وبزيرو فوق وبزيرو تحت، ده لو انا فارض ان العمود ده بين اندد، يعني في مفصل فوق ومفصل ايه ومفصل تحت، فطبعا المومنت اللي هو الاديشنال ده هيضعف العمود ويخلي العمود ده يعني يشيل اكسيال لود اقل من حاله الايه الشورت وكده،
وبالتالي العمود ده بقول عليه ايه؟ بقول عليه سلندر. وهنا دخل الافكت الجديد اللي هو البي دلتا ايه افكت، او يعني زي ما نقول ايه الاستابيليتي افكتس. وطبعا لازم انا يعني ما اهملش الكلام ده واخده في اعتباره كده. لكن بالنسبه للاعمده اللي هي الشورت او الستوكي، العمود زي ما قلنا بيظل من البدايه للنهايه فيرتيكال، ما فيش مومنت، هيجي مومنت منين؟ فالبندنج مومنت بيكون بزيرو، العمود بيكون عليه بي التيميت اونلي، وبالتالي بيحصل ايه؟ كراشنج. حتى لو طبعا العمود ده انا ليه سلندر نس ريشيو لكن صغيره، وممكن يحصل فيه برضو يعني يعني تقوس، بس تقوس قليل، يعني الافكتس او البي دلتا افكتس هنا ممكن تكون صغيره، ممكن تكون مهمله، وبالتالي انا ما خدهاش في الاعتبار، وبقول على العمود ده ستوكي، او اقول عليه ايه؟ اقول عليه شورت. طبعا واضح ان احنا نجد دور على الاعمده اللونج او السلندر، وطبعا مع الاعمده السلندر دخل معايا افكت جديد اللي هو الايه؟ البي. البي ده بيمثل الحمل اللي هو الكومبريشن، السمول دلتا اللي هو اللاتيلار displacement او الحركه ايه اللي هي العرضيه، او يعني زي ما قلنا السمول البي سمول دلتا افكت، او الممبر ايه استابيليتي، او بمعنى تاني السلندرنس افكتس يعني to be considered. يعني يمكن هو ده الزياده عن العمود الشورت، وهو ده الجزء اللي هيدخل معانا بالنسبه للاعمده اللي هي السلندر، او اللي مجازا هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها لونج. يمكن ده تمرين صغير. الأعمدة اللي على اليمين يعني مرسومة تو سكيل، وبالتالي أنا اللون عليها واحد، واحد بيرسم حاجة تو سكيل ما بيبصش أكتر من المقاس دايمنشنز وكده، لكن الأعمدة اللي على اليمين أيضا مرسومة تو سكيل أيضا، لكن الألوان هنا دخل معايا السلندرنس ريشيو. فواضح ان العمود الوسطاني واللي على الشمال لهم نفس الطول، لكن العمود اللي على اليمين واللي في النص ليهم نفس الايه؟ السلندر نس ريشيو، مع ان الطول ايه؟ الطول مختلف وكده يعني. يعني احنا ممكن بقى نلخص الكلام اللي فات ده والكلام اللي فات ده، ويمكن كمان في محاضرة جاية، كل ده تمهيد للأعمدة السلندر او مجازا الأعمدة اللي هي الايه؟ اللونج. انا لو عندي سي عمود مثلا، والعمود ده هو عبارة عن vertical member واندر كومبريشن، وسي ان القطاع للعمود ده كان قطاع ايه؟ مربع مثلا للتبسيط 50 مللي في 50 مللي مثلا. فبقول ان امتى العمود يبقى ستوكي او شورت؟ لما بيكون نسبة الطول للبريتس او اللينث قليل، اذا انا قارنته بالايه؟ بالبريتس. يعني هنا طبعا انا بسطت المساله فخدت العمود مربع، فلو كان الارتفاع بتاع العمود قليل بالنسبه للعرض بتاع القطاع، فبيطلع العمود شورت او ستوكي. يمكن انا واخد هنا مثال ان العمود 50 في 50 في 100، واضح ان ارتفاع العمود 100 وقطاعه 50، فيعني ال 100 قريبه من الايه؟ من ال 50، وواضح ان دوت يعني هيطلع شورت، او يعني بالمصطلح الادق ستوكي، وبالتالي هيحصل له ايه؟ كراشنج. مع التحميل هنوصل في النهاية ان الخرسانة مش قادرة تشيل، فبيحصل لها تهشيم، بيحصل لها ايه؟ كراشنج. لكن بيظل العمود في الوضع الفيرتيكال عليه بي ايه فقط. اما العمود السلندر بقى الوضع هيختلف. طيب نفس المسألة، لو انا عاوز احول العمود دوت لعمود سلندر هعمل ايه؟ نفس القطاع اللي هو 50 في 50، انا بس هزود الايه؟ هزود الايه؟ الارتفاع بتاع العمود. فهنا اصبح الطول كبير بالنسبة للايه؟ لللاترال دايمنشن، للبعد بتاع الايه؟ العمود. فيمكن انا هنا ايه؟ اخدت بقى نفس القطاع 50 في 50، لكن ضربت الطول في 10،
ضربت الطول بالنسبة للعمود اللي فات في 10، فهنا بقى في احتمال طبعا نتيجة ان السلندر نس ريشيو بقت 10 أضعاف اللي فاتت، فاحتمال كبير ان العمود ده هيحصل له ايه، انبعاج، وزي ما هو مكتوب يقول it will bow sideways، يعني هينبعج او ينحني او يتقوس or buckle، يعني ينبعج في الاتجاه الايه العرضي، وطبعا هيتولد ايه مومنت، والمومنت ده بيوضع في العمود ليه، لان طبعا زي ما قلنا المومنت جاي من عن طريق ما يعرف بالبي سمول دلتا افكت، المومنت بيوضع في العمود وبيقلل الاكسيال كاباسيتي، وبالتالي نتيجة وجود المومنت العمود ده بيشيل اكسيال لود اقل من ايه العمود اللي هو الستوكي او الايه او الشورت. والمود بتاع الفيلير بيختلف، في الشورت كان المود بتاع الفيلير هو كراشنج، لكن هنا المود بيكون ايه، بيكون بندنج. اذا الواضح من الكلام السابق ان انا ما ابصش لللينث فقط، لا، لازم ابص لللاترال ايه دايمنشن، للابعاد بتاعه القطاع. طبعا لو العمود مستطيل بيبقى عندي بعدين، فالصغير بيبقى الكريتيكال، لكن لو العمود مربع فالبعدين زي بعض، لو العمود دائري فبيبقى عندي الديامتر وكده. فانا هنا بقول خلي بالك، انا مش بقيس اطوال، لا، ده انا بحسب ريشيو، والريشيو بتتوقف على حاجتين، على اللينث واللاترال دايمنشن، وفي قيمة للريشيو اذا اقل منها فالعمود بيحصل له كراشنج وبسميه ستوكي او شورت، اذا اكبر منها فالعمود هيحصل له باكلينج وبقول عليه سلندر اور ايه اور لونج. في يمكن ملحوظة ايضا مهمة ان شكل القطاع ليه دور، لو القطاع مستطيل ممكن يكون سهل ان هو ينبعج، لكن لو انا غيرت القطاع وخليت القطاع مثلا سي على شكل حرف ال مثلا، فاصبح ليه انيرشيا. يمكن القطاع المستطيل بيبقى ليه ويك اكسس وليه سترونج اكسس، فممكن يحصل له باكلينج حوالين الويك اكسس، لكن لما القطاع اصبح شكله متغير على شكل حرف ال، اصبح عندي كأن الاثنين سترونج، الاكس سترونج اكسس والواي سترونج اكسس، عندي الانرشي حوالين اكس كبيره والانرشي حوالين واي كبيره، فبالتالي ممكن العمود هنا ما ينبعكش، وممكن يبقى القرار ان هو ايه شورت، لكن لما كان قطاعه مستطيل فكان ضعيف في ناحيه، فكان يحصل له باكلينج حوالين الانرشيا الضعيفه، فكان ممكن يكون ايه، يكون لونج. يمكن زي ما قلت انا المحاضره 16 هي تمهيد للاعمده السلندر او اللونج، ويمكن كمان المحاضره اللي جايه اللي هي المحاضره رقم 17 ايضا هتكون استكمال للتمهيد، وبعدين ان شاء الله في المحاضره 18 نتعرف ازاي هنصمم الاعمده الايه السلندر او مجازا اللي احنا هنطلق عليها ايه لونج كولمز. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.